قبل أن أبدأ حديثي، هناك ملاحظة حول عنوان هذه الحلقة. عنوان الحلقة 100 عام على التعليم في البحرين، وأعتقد أن العنوان غير دقيق بسبب أن التعليم جاء يعني أتى بصورة مطلقة وعامة ولم يحدد نوع التعليم. ويمكن والأخ عبد علي، أستاذ عبد علي، أشار في البداية أن البحرين كانت مركزاً من المراكز الحضارية، وهذه معروفة في التاريخ الإسلامي أن أحد المراكز الحضارية والثقافية. وبالتالي يعني وسأعطي مثال أن هذه المنطقة كانت منطقة تعليمية أو منطقة تعليم منذ قرون، وسأعطيكم مثالين فقط، وهناك أمثلة كثيرة. يعني أعتقد معظم الحضور هنا يعرفون أن أحد علماء البحرين اسمه سيد هاشم التوبلاني. سيد هاشم التوبلاني ولد سنة 1620 أو 1630، وتوفى سنة 1695 أو 1697، وقبره موجود في توبلي. فإذا التعليم قبل، وبالتالي سأعطي البديل يعني كاقتراح للعنوان. المثال الثاني أقدم، الشيخ ميثم البحراني. الشيخ ميثم البحراني أحد الفلاسفة والعلماء على مستوى العالم العربي والإسلامي، بل على مستوى العالم. يعني هذه كتب السيد هاشم موجودة في مكتبة الكونغرس الأمريكي. سيد هاشم عاش بين 1238، شيخ ميثم البحراني 1238 وتوفى 1299. نتكلم عن 720 سنة من الآن. وبالتالي أنا أقترح أن العنوان يكون يا أما التعليم في البحرين بين 1919 و 2019 أو نعم إيه تمام إذا صار التعديل في العنوان، لكن سنحتفظ بالعنوان، أو جانب لغوي ربما يحل الإشكال. 100 عام من التعليم. الأستاذ الدكتور حسين يحيى موجود. أعتقد كلمة من يعني استبدال كلمة من بعلى ربما تحل الإشكال. 100 عام من التعليم تعطينا الأمور. شكرا، بس هاي كانت ملاحظة سريعة. بس ما بنخصمها من وقتك ترى مداخله ما يخالف. بس اعطني نفس الوقت اللي اعطيته للاستاذ عبد علي. انا ما يخالف. اي الحديث عن واقع التعليم في البحرين متشعب وكبير نظرا لتشعب انواع التعليم. هناك تعليم حكومي، وهناك تعليم خاص، وهناك مدارس الجاليات، كما أن مراحل التعليم متعددة. هناك مراحل التعليم العام، أو مرحلة التعليم العام، ومرحلة التعليم الجامعي، ومرحلة التعليم العالي. وبالتالي الموضوع متشعب كبير، وسأحاول أن أحصر الموضوع في التعليم، وما دام العنوان في التعليم الحكومي الرسمي وفي مرحلة التعليم العام، لكي يكون التركيز وفي نفس الوقت مجال النشاط. وخلال المداخلات ممكن، والأخ الدكتور حسين يمكن خلال التعقيب أن يضيف لمثل هذه الأمور. وأنا أعتقد لكي نحصر الموضوع تماما ويستفاد من الوقت، لتعرف واقع التعليم نحتاج لمعرفة البيئة التعليمية التعلمية، ولنقل المدرسة. إذن لو أردنا أن نتعرف على واقع التعليم لنذهب إلى المدرسة، وسأحاول من خلال هذه المؤسسة التربوية أن
أحصر عدداً من المكونات، هناك مكونات كثيرة في البيئة التعليمية التعلمية، لكنني سأتناول أربعة فقط للتركيز وفي نفس الوقت لفسح المجال أمام المناقشات. في علم المناهج، يعني مثل ما المهندس يعمل خريطة للبيت، الأساتذة الجامعة هنا موجودين، الإخوان يعرفون، ففي علم المناهج في شيء يسمى خريطة مفاهيم مثل خريطة البيت. هذه خريطة مفاهيم الحديث اللي سوف أتكلم عنه. خريطة المفاهيم يقصد فيها مخطط مفاهيمي لمجموعة من المفاهيم حول موضوع معين، ولا هو موضوع التعليم الآن. هناك مفهوم مركزي، وهناك مفاهيم فرعية، وهناك مفاهيم فرعية فرعية فرعية. ما أقول خريطة طريق في الاستراتيجية والسياسة، هذه خريطة مفاهيم. هذا المهم الآن، إذا إحنا نعلم هذه الطريقة خلنا نشوف نتاجات التعليم شو هتصير. فهذه خريطة المفاهيم، هذه كل حديثي في هذه النقطة الموجودة. فسأتناول أربعة فقط من عناصر أو مكونات البيئة التعليمية التعليمية. فالمفهوم الأساسي البيئة التعليمية التعلمية، المفاهيم الأربعة الفرعية: الظروف الفيزيقية في المدرسة اللي هي الظروف المادية، العناصر البشرية في هذه البيئة، والمنهج الدراسي، والعملية التعليمية التعلمية اللي احنا نسميها التدريس، الحصة، مواقف التعليم والتعلم. النقاط الأربع، وسنحاول أن نبحث عن واقع التعليم في هذه العناصر الأربعة للتيسير، وسأحاول الاختصار قدر الإمكان. لنأتي للظروف. أول العنصر الأول، الظروف المادية أو الفيزيقية، اللي هو المبنى المدرسي، ويسمى أحياناً الهندسة المعمارية، لأن هناك في هندسة أخرى الآن نشوفها، في الهندسة المعمارية للمدرسة. فالمبنى المدرسي مما يتكون؟ الآن مدارسنا تتكون من فصول، صفوف دراسية، مكاتب إدارية، مركز مصادر تعلم، مكتب مشرف، معامل، مقصف، دورات مياه، تهوية، إضاءة، تكييف، ماء. هذه كلها ظروف مادية، هذه لها علاقة بمدخلات التعليم، عشان تشوف أنت المخرجات ماذا بعدين بعد ذلك. فهذه الأمور جزء أو تشكل أشياء أساسية من المبنى المدرسي أو الظروف المادية. لو نلاحظ مدارسنا الآن، المبنى المدرسي راقي، أنا أعتقد في ممكن بلدان كثيرة ما في هذه المباني موجودة. ومن درس في مدارس قبل هذه المدارس يتذكر المدارس اللي كانت على شكل يو مثل ما احنا قاعدين الآن، كانت المدارس بنفس الطريقة، كانت التخطيط الهندسي فيها كان على شكل يو، الإدارة في الأمام والصفوف. أعطيكم أمثلة، مدرسة السلمانية للبني شكل يو، مدرسة القضيبية للبنين شكل يو، مدرسة الحورة الثانوية للبنين شكل يو، مدرسة عمر بن الخطاب في المحرق على شكل يو، مدرسة طارق بن زياد على شكل يو، وفي مدارس البنات. ها؟ هذا غير المدارس المستأجرة اللي كانت موجودة. شوف الظروف المادية ايش كانت في المدارس المؤجرة، شلون كانوا الطلاب يستخدموا الحمامات. إذن الظروف المادية الآن ظروف لا تقاس بما كان سابقا. هذا جانب إيجابي، لأن في هذا الواقع سنحاول أن نبحث الجانب الإيجابي والجانب السلبي. هذا جانب إيجابي في الموقف في واقع التعليم. يعني بعض المدارس كان واحد يدخلها، وإحنا كنا في الجامعة، أنا في بعض المدارس أرقى من كلية التربية في جامعة البحرين.
أرقام الكلية التربية في مدارس كنا نروحها حنرتب مخرجات إيش. هذه مدخلات موجودة. فإذا هذا جانب إيجابي يحسب لواقع التعليم لكي نكتفي بهذا الجانب ونستفيد من الوقت. لو ذهبنا للعناصر المكون الآخر، العناصر البشرية، إذا كان المبنى المدرسي يمثل الهندسة المعمارية، فالعناصر البشرية تمثل في جانب أساسي منها، تمثل الهندسة البشرية اللي هي العلاقات بين البشر. من في المدرسة؟ تلاميذ، معلمون، طاقم إداري، اختصاصي مراكز تعلم، مشرف اجتماعي، وآخرون عمال وكذا. هاي كلهم جزء من كلهم في المدخلات، كلهم من مدخلات التعليم. بما في الطالب مدخلات تعليم، هو المخرجات عنده، بس بما فيه، لأن خصائص المتعلم اللي ينبغي على المعلم أن يضعها في اعتباره خلال التدريس هي من مدخلات التعليم. خصائص المتعلم النمائية، الجانب النفسي، الجوانب النفسية هي من المدخلات الموجودة. كيف يوظفها؟ هاي لها علاقة بالمخرجات بعدين. فإذا العناصر البشرية التي تمثل جزءاً أساسياً من البيئة التعليمية التعلمية هي الآن، لو لاحظنا تلميذ اليوم غير تلميذ السابق، الخبرات اللي كانت موجودة غير الخبرات اللي احنا عشناها. البيئة اللي عشناها احنا ايش كان فيها؟ ها؟ احنا إذا كنا نتحرك، كنا نتحرك في كيلو وين؟ 3 4 5 6. فالبيئة كانت محدودة. لكن الآن الطلاب يسافرون برا البلد، يعني ها، غير التواصل وغير فالبيئة اختلفت. فالطالب الآن غير الطالب اللي كان موجود، وهذا شيء مهم في عملية التعليم. ولا التعليم ماذا يقدم؟ وهذه من ضمن المشاكل اللي عندنا في التعليم، إنما يقدم في المدارس ربما غير اللي عند اللي ما موجود عند التلاميذ. هذه مشكلة موجودة، هذه نتركها لموضوع النقاش. إذا كان المعلمون الآن مؤهلون، ما في معلم أعتقد في مدارس البحرين غير مؤهل، ما عنده لا يحمل مؤهلا تربويا، فكلهم المعلمين مؤهلين. الإدارة المدرسية مؤهلة، ما في مدير يعني لم يحضر دورة، ولم، بالعكس الآن المدراء يحملون شهادات في الإدارة المدرسية. اختصاصي مراكز التعلم مؤهل، جامعة كان عندنا احنا برامج حق الإدارة التربوية، طبعا بالإضافة إلى إعداد المعلمين، دبلوم الدراسة العليا والدراسة الجامعية الأولى. الاختصاصي مراكز التعلم كان في برنامج عندنا في جامعة البحرين الاختصاصي، المراكز موجودة. مشرف اجتماعي، أولياء الأمور الآن غير، ها؟ لكن ماذا يعملون الآن؟ يمكن أولياء الأمور، ربما أولياء أمور أبانا ربما كان دورهم التعليمي والتربوي أفضل من الآن، يمكن، ما أعرف، هذا موضوع للنقاش موجود، ها؟ يعني على الأقل من التجربة الشخصية لم يسمح لنا بالخروج من البيت نروح نلعب كرة إلا بعد أداء الواجب، وتقعد ويا الأب تؤدي الواجب وتطلع تروح تلعب، بس ما في طلعة من غير، يعني على الأقل. ويمكن كانوا بعض أولياء الأمور أنصاف متعلمين، ها؟ الآن ناس على مستوى، لكن ما علاقتها بالمخرجات الآن؟ هذا موضوع. هاي بالنسبة للعناصر البشرية. نأتي لمكون مهم وأساسي هو المنهج الدراسي. ينبغي التمييز أولا بين المنهج الدراسي والمقرر الدراسي. مقرر الدراسي المادة الدراسية موجود، منهج الدراسي لا. منهج الدراسي عفوا يتكون من مجموعة أساسية من المكونات. عادة المنهج الدراسي يشار له لأنه يتكون من 4 عناصر: أهداف ومحتوى واستراتيجيات تدريس وتعلم ووسائل تقويم. المقرر الدراسي يقع ضمن المحتوى، له الكتاب وغير الكتاب هذا الموجود، مو هذا المقرر. ما تسأل معلم أحيانا وين المنهج؟ قال هذا المنهج. هذا ليس منهجا، هذا كتاب مدرسي، مقرر دراسي، بالإضافة إلى دليل المعلم ودليل الطالب. بالنسبة للواقع الآن، المناهج عادة الدراسية تعد
في ضوء معايير وشروط تربوية وعلمية جيدة. الإعداد هذا منهج المواد الاجتماعية للبحرين. هذه المرحلة الثانوية، نظام الساعات المعتمدة. ففي الأهداف العامة للمواد الاجتماعية موجودة بالأهداف، يعني 1 2 3 4 5 هاي سنتي لها بعدين بنشوف أين هذه الأهداف في الواقع التدريسي، أين هذه الأمور المكتوبة الآن ها في الواقع التدريس. تنمية اتجاهات إيجابية نحو فكرة التكامل الاقتصادي والعالمي، اكتساب القدرة على تفسير الحقائق. لو دخلنا درس جغرافيا وتاريخ نشوف هذه الأمور لما نشوفها، هذه من الجانب المهم. هذا تعميق الإيمان بالله وكذا. وهاي شنو بعد؟ الوعي بالأخطار والتحديات المحتقة بأمته العربية والإسلامية وخاصة الصهيونية منها. ها؟ هذا منهج، هذا منهج، وهذه هي الأهداف. الأهداف موجودة، هذه الأهداف، هذه 97، هذه الأهداف، ونفس العملية اللغة العربية موجودة. أنتوا عندكم ها؟ تمام. يعني إذن هذه إيه؟ يعني هذه، يعني هذه 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 أمور منهجية الآن يصير فيها تعديل فيها كذا، لكن هناك أهداف. أن أنت تقوم بعمل مقصود، التعليم عمل مقصود، ينبغي أن يكون هادفا. لازم تحدد الأهداف 1 2 3، ولا كيف تحسب المخرجات بعدين؟ هذه الأهداف لها علاقة بالمخرجات. فإذا هذه الآن تعدلت، لكن تبقى إيش؟ تبقى هذا جانب يحسب إلى الجان إلى الواقع، إن هذا جانب إيجابي. على الأقل في شيء موجود للمعلم وفي شيء موجود للمتابع أنه يرجع إليه، موجود. يعني هذا كانوا يعدون دليل المعلم، هذا دليل المعلم إذا المعلم. فإذا هذه الأمور الخاصة بالمنهج تحسب لي في الواقع، تحسب في صالح المنهج المدرسي الموجود، لأنها تيسر عمل المعلم. في ملاحظات على الواقع، رغم أن الأمور هذه موجودة، سأعطي مثال للاستفادة من الوقت، سأعطي مثالاً واحداً كيف هذه الأشياء المكتوبة والمدونة والمعدة مسبقاً عندما تأتي للتنفيذ تختلف. فهذه الأهداف الموجودة يمكن أن نطلق عليها خلال هذه تقصير، لكن عما جيت عد أنت الآن المناهج، عما تأتي وتعد المقررات، وعندما تأتي وتعد الكتب كذا، في ظاهرة هامة وخطيرة هي مرحلة التآكل التدريجي للأهداف المكتوبة. احنا لو شفنا الأهداف، احنا شوف فيها أهداف معرفية وأهداف مهارية وأهداف وجدانية. عندما تنتقل العملية التنفيذ من هذه المرحلة إلى مرحلة تالية تنفيذية تتآكل. مثلا في تخطيط، في إعداد المحتوى تسقط الجوانب الوجدانية ويصير التأكيد على وين؟ على المعرفة. خلال التدريس يسقط الاهتمام بالعمليات العقلية العليا، تحليل وتركيب وتقويم، لا شوف في تذكر وفي أكثر شيء ممكن تطبيق وشوية تحليل، فتتآكل. في الامتحانات تركيز على إيش؟ تركيز على الحفظ والاستذكار، فتتأكد وين الأهداف اللي موجودة الآن، وين جيبوا ورقة امتحان خلنا نشوف وين ورقة الامتحان اللي. فهذا تآكل تدريجي للأهداف، إذا ما علاقتها بالمخرجات؟ وين الأشياء اللي مكتوبة؟ النقطة الأخيرة، العملية التعليمية التعلمية في الجانب هذا، كل الأشياء اللي ذكرناها الثلاثة هي تصب في صالح العملية التعليمية التعليمية، وتيسر هذه العملية اللي هي التدريس نفسها. المبنى، عناصر البشرية، الإعداد وغير الإعداد، والمنهج الدراسي المعد، هذه كلها تيسر العملية التعليمية
التعلمية، فهذا جانب إيجابي. المعلمين يهتمون في تخطيط وفي مراكز مصادر تعلم وفيها وسائل واستخدام وسائل، هذه كلها أمور، لكن الواقع في أمور كثيرة لا حصر لها، ممكن نبدأ ما ننتهي، وسأعطيكم أمثلة فقط. النقطة الأولى من الأمور السلبية الموجودة في إن شاء الله في السلبية، لحظة واحدة بس، من الأمور السلبية الموجودة في الواقع هو التأكيد على دور المعلم أكثر من دور المتعلم، وبعدين زيادة التعلم المعرفي، حتى ليس التعلم معرفي، ما يقدم للطلاب هو تعلم معلوماتي، في فرق بين المعرفة والمعلومات، المعرفة أوسع، المعلومات هي جانب من جوانب المعرفة، جانب المعلوماتي هو جانب من جوانب المعرفة. التعلم المصاحب، في عدم اهتمام بالتعلم المصاحب السلبي، في تعلم مباشر تعلم للطلاب، تعلمهم عملية الجمع أو عملية الطرح، 10 ناقص 5 يساوي كم، هذه تعلم مباشر. التعلم المصاحب هو التعلم الذي يصاحب عملية التعلم، ومشكلة التعلم المصاحب هو عندما يكون تعلم سلبي، وسأعطيكم مثال يبين كيف التعلم السلبي، كيف التعليم اللي يبدو مباشرا لكن يتعلمون الأطفال منه تعلم سلبي. خلنا نشوف، أعطيكم مثال كيف يعلم العدو الصهيوني أطفاله في الكيبوتز عملية طرح. طرح أطفال عمرهم 6-7 سنوات، شلون يعلمونهم؟ أقرأ لكم، سأقرأ عليكم مسألة حسابية يدرسونها الطلاب الصهاينة في الكيبوتز. المسألة بالنص تقول: إذا كان هناك 100 عربي فقتلنا منهم 30، فكم يكون الباقي الذي يلزمنا قتله؟ تمام؟ إذن هي مو عملية طرح الآن، لكن لو تروح، طبعا أنا عندي هنا قصاصات صحف تشير إلى أن طلاب صهاينة يحثون، هاي الطلاب اللي تعلموا في الكيبوتز يحثون على قتل العرب، وفي لعبة في الكيان الصهيوني يفوز فيها أكثر واحد يقتل العرب. بس خلنا أعيد لكم توازنكم الانفعالي. مدرس عربي، هذا هني احنا بالنسبة لنا هذا تعلم مصاحب إيجابي، مدرس عربي يعلم الأطفال الحساب، النسبة أو الكسور في أي صف يدرسونه، في الثالث الرابع الخامس، جمع الطفل الفلسطيني 21 حجرا، قذف ثلث هذه الحجارة على جنود العدو، فكم حجرا قذفها هذا الطفل البطل؟ هذه مسألة فيها ثلث، لكن ماذا يقدم إلى الطفل العربي؟ ضعف المستوى اللغوي، هذا جانب. غياب العقلانية، وهذا ممكن ناقشها، غياب العقلانية في التعامل مع إجابات الطلاب، إجابات الطلاب غياب العقلانية فيها، ووضوح أو سيادة التعلم اللفظي على حساب التعلم الوظيفي. وشكراً لاستماعكم، وأعتذر عن الإطالة.